حد يسيب القهوه الحلو كنا فيه ونيجي نقعد هنا وشنا في وش بعض يا شيخ. دي لازم سناء. هنقعد هنا ولا فوق؟ هنقعد هنا. الو سناء، لحقت توحشة. اقعد بقى وكلمني يا جماعه، وطوا حسكم شويه، مش سامع حاجه يا شيخ. ايوه حبيبتي، مش سامع حاجه، علي حسك شويه. بتقول ايه؟ زعاي شويه. مين اللي هيتلك؟ ايه سناء؟ الو ايه ده؟ الو بينا يا ريما، خدتها دي. ايه يا ريما، يصحش كده يا ستي، تزعل مني يا ريت. طالع يا ريما، سلطك بالمجد عليه. خطبتي؟ امتى اتصلت بيك؟ من حوالي ساعة. حتى كان قدامه. ايوه يا فندم، فعلا يا فندم كنا معاه. قد ايه الفترة اللي مرت بين اتصالها بيك وانتقالك لهنا؟ حوالي 10 دقايق. تتهم حد بقتلها؟ صباح. لا انا ما قتلتش حد، ما قتلتش حد يا بيه، مش ممكن مش ممكن، ما قتلتش حد. امي واختي وكل اللي ليا في الدنيا، مش ممكن. امي مظلومه، ما قتلتهاش، وده معقول يا بيه؟ انا قتلت. صباح الخير يا كمال. صباح الخير يا فندم. تقرير طبيب الشرعي وصلك. بيقولي يا فندم، وثبت من تشريح الجثه ان سبب الوفاه طعن بسكين حاد في الجنب وفي اماكن حساسه. أماكن حساسة؟ أيوة فندم. وريني. كمان أرجح أن الوفاة حدثت ما بين الساعة 2 و3 صباح ليلة الحادث. وهو نفس الوقت اللي اتصلت بيه المجني عليها بأحمد صبري تستنجد بيه. بالظبط. لكن يا فندم، تفتكر أن الشغالة لها دخل في الجريمة؟ يصح تكون هي اللي قتلت، بس لازم يكون في أدلة كافية، وإلا النيابة هتضطر تفرج عنها. أكيد لها شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوز مين؟ أنا عاوز ست سناء كامل. طب تعالى معايا. إيه على فين؟ هوديك ليها. وإحنا عندنا شغل النهارده. أيوة شغل. طب. أيوة شغل. هو أنت مودينا على فين؟ أنا متهيألي إن إحنا في الاسم، مش كده؟ لازم في تصوير عندنا. ولا حد قال لي يا أخي على حاجة تصوير دي. ماله ده؟ الراجل ده جاي يسأل على القتيلة. قتيلة؟ قتيلة ايه؟ انا سيبه. اسمك ايه؟ انا يا فندم اسمي قمر المواردي، صاحب ومدير استوديو المواردي للتصوير يا فندم. تحت امرك. تعرف سناء كامل منين؟ سيادتك واقف ورايا ليه يا فندم؟ خير. بسألك تعرف سناء كامل منين؟ يا فندم يعني هعرفها منين؟ بصورها صور فوتوغرافية، صور 6 في 9، 9 في 15، 27 في 30، كل انواع الصور. انا اصلا يا فندم اللي بصورها في الافلام بتاعتها كلها، بعمل لها صور الباسبور وصور البطاقة وكل الصور يا فندم. والمحل بتاعي في شارع نافع نمرة 5، وبنعمل تخفيض خاص لرجال الشرطة 25% يا فندم. الشرطة في خدمة الشعب واحنا في خدمتكم. هي حكاية القتل دي بجد يا جماعة؟ بجد؟ أنا والله العظيم مصدوم يا سعادة البيه، وماليش دعوة بأي حاجة خالص. وأدي يا فندم الصور اللي أنا صورتها لها امبارح في الحفلة. اتفضل سيادتك شوف. أهي يا فندم الصور كلها. ساعة الحادث أنت كنت فين؟ هو الحادث كان الساعة كام بالظبط يا فندم؟ أنت بتهزر؟ لا يا فندم أنا مش بهزر، أنا مجرد بسأل سؤال. طيب خرجت إمتى امبارح من الحفلة؟ امبارح من الحفلة.
خرجت حوالي الساعه واحدة واحدة وربع ورحت على الاستوديو بتاعي على طول عشان احمض الصور عشان ست سناء هانم كانت طالباهم النهارده. فانا مستعد اثبت الكلام ده والله العظيم يا فندم. كل الشخصيات دي والناس دي كانت في الحفله؟ اه طبعا يا فندم كلها كانت في الحفله. دي الناس كلها شخصيات كبيره جدا عظيمه. ايوه في ايه؟ مباحث. انت عريف البحراوي؟ ايوه. انا المقدم حسين صديق. اهلا وسهلا. اسفين للازعاج بس في شويه معلومات عاوزين نعرفهم منك، تسمح لنا؟ الحق يا بابا، الحق يا ماما، البوليس عايز ياخد بابا. يا لهوي، يا ترى جرى ايه؟ يا ترى جرى ايه؟ استر يا رب. في ايه يا حضره الضابط؟ لا مفيش حاجه يا ست، ما تخافيش. كل دول ولادكم؟ استر يا رب. ايوه استر معانا يا رب. ما تلم الاولاد وتدخلي جوه يا علي. حاضر يلا يا اولاد، يلا استر يا رب، استرها معانا يا رب. من فضلك ممكن دقيقة واحدة أخش ألبس الشبشب؟ اتفضل بس ما تغيبش علينا. حالا. بس بحضرتك يا خبر اسود، هي اتقتلت. امال كنت رايح تجري ترمي نفسك في البلكونه ليه؟ عايز يحصلها في الاخره. انيس يا بحراوي احسن لك تعترف بالحقيقه، مفيش داعي تخبي حاجه. يا ست انا مش بايدي حاجه، مفيش استثناءات. دي درجه واحده يا حضره الناظر. ان شاء الله تكون نص. الوزاره عاوزه كده. يعني الوزاره ما تجيش الا على الغلابه وتتحكم. هوديه فين انا دلوقتي؟ اسيبه في الشارع؟ وديه خاصه. منين؟ هي العيشة مستحملة عمة، لما هتستحمل خاصة؟ انجر قدام يا فالح. السلام عليكم. اهلا وسهلا. بتهيألي نوش حضرتك مش غريب علي. مش برضو تطلعي في الافلام؟ دي الست سناء كامل. اهلا وسهلا. اهلا. اي خدمة؟ في الحقيقة انا ليا طلب صغير عندك. تحت امرك يا فندم. ابن صباح، ودي اكتر من اخت ليا. بقاله يا فندم؟ هو نجح في امتحان القبول لكن حظه طلع مش قوي. نقصة درجة ولا اتنين ولا سبعة، مش كده يا صباح؟ سبعة يا حضرة الناظر، سبعة. لا الا كده يا ست هانم، تعليمات بتنص على منع الاستثناءات خالص. الو اليف افندي ناظر المدرسه. ايوه خليك معايا، السيد المدير العام هيكلمك. مدير العام؟ ده السيد المدير العام طالبني بنفسه. الو اليف افندي. ايوه يا سياده البيه المدير، انا تحت امر سعادتك. السيده سناء هانم هجي لك دلوقتي على المدرسه. وصلت يا فندم، وصلت. طيب هي ليها مشكله بسيطه، السيد وكيل الوزاره طالب نخلصها. بس يا فندم دول سبع درجات، وسعادة وكيل الوزارة بنفسه ما يرضاش بكده.
والتعليمات بتقول وفي ان الاستثناءات تعليمات عليا وعليك انك تنفذ اللي بقوله لك وبس. الولد يدخل المدرسه ومن بكره. مفهوم يا فندم مفهوم. مع السلامه. خلاص يا ألف بي؟ خلاص يا فندم. الوزارة أمرت بدخوله بكرة. تعرف يا حضرة الناظر لو شفت حمادة هيصعب عليك بشكل، هتلاقيه منطوي على نفسه ومنكسر يا حرام. بس كيف حمادة بيه؟ بقى تعالى شوف، هو في الحقيقة محتاج شوية تقوية في بعض المواد. العنوان أهو، أظن دي مش محتاجة تصريح من الوزارة، مش كده؟ العنوان ما يتوهش يا حضرة الناظر وهتنبسط قوي. باي باي. ورحت عندها البيت. يا بيه يا بيه، ده انا بقالي 12 سنة في الدرجة الخامسة، الأولاد كبروا وطلباتهم زادت والحاجة كلها غليت زي ما حضرتك عارف، والمهية زي ما هي. يعني كنت بتتردد على البيت علشان تدي الولد دروس؟ أيوه. وطبعا كنت موجود ليلة الحادث في الحفلة. والله ما أعرف إن كان في حفلة ولا حاجة. أنا رحت أدي الدرس زي العادة، لقيتهم بيحضروا للحفلة والناس ابتدت تيجي، حاولت اعتذر وانصرف، انما بقى الله يرحمها صممت النعم ما قدرتش. اهلا اهلا اهلا. بيطلع في التلفزيون. ده كان تلميذي والله. ما هو ده اللي بيقدم البوليس الدولي. انتوا عارفين انا عملت كام تلميذ لحد دلوقتي؟ كام؟ يطلع ربع مليون. يعني لو حسبوني زي كوافير الراس بخمسين قرش بس، كان زمان عندي 125,000 جنيه. تلميذ من دول ينطح التاني، اللي بقى وزير واللي رئيس مجلس إدارة واللي مدير، إنما في السجن. أنا بكلهم ناس أكابر وحياتك، حتى اللي في السجون أكابر، وأنا زي ما أنا لسه في الدرجة الخامسة. وأنا برضو زي ما أنا، بس التلامذة هي اللي بتتغير. خد يا راجل، خد خد صاروخ محترم اهو، شد هتنبسط وتونون وتبقى عالي العالي. هات هات منعول ابو الدنيا، ان شاء الله ما حد حوش. قال ايه؟ اقول له يا سعاده البيه، ده الواد ناقصه 7 نمر. يقول لي مالكش دعوه، انت مالكش دعوه، نفذ الاوامر. تك يروح قافل السكه في وشه. طب وانا مالي؟ وانا مالي؟ ايوه ايوه انا مالي. حلاوتك يا بيه. تشكر يا سعاده البيه، وسعادتك ما معكش حاجه. اهلا 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 يا سعاده البيه. اهلا 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 وسهلا. اهلا 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 اهلا. الله حضرة الناظر علي بيه البحراوي، اهلا وسهلا اهلا اهلا. ازيك يا راجل؟ فينك وفين ايامك السوداء؟ بقول بقول الاستاذ سامي الجهر مدرس اللغة العربية والجبر يا راجل. ايه دي 200 دينار 4 قارب. وعامل شعرك كده ليه؟ تكنولوجيا بقى. ايه رايك؟ لقيت الناس كلها فاتحة، فتحت انا. انت لسه ما فتحتش. افتحها يا راجل، خلي ربنا يفتحها عليك. اتفضل يا عم اشرف. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
صحتك. أهلا. يا مرحب يا مرحب. أنا بقى حبيبي فاتح من بدري. خمسة عدة. ولا حلوة. يا هلا بيك حبيبي. كيفك؟ كانت الساعة كام؟ حوالي واحدة ونص. لا، أنا دلوقتي افتكرت حضرتك شرفت يومها الساعة 3 الصبح، وأنا كل ما أقلق أبص في الساعة، أنا فاكراها كويس. ما تسكتي أمال يا عليا. أسكت إزاي؟ مش لازم أعرف أنت بتسهر فين. بقى كل ده يطلع منك أنت يا ساهي. على العموم طبيب الشرعي تقريره ويقول إن الحادثة حصلت ما بين الساعة 2 والساعة 3، وإن ما أثبتش كنت فين الساعة دي هنضطر نوجه لك تهمة القتل. اثبت يا اخويا اثبت. مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. علي 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 يا عزيز عاوز الدرجة. اتفضل يا حضرة الناظر. اتفضل. فين؟ يا دي عربيتك؟ طبعا يا ابن الحرامية. سنة واحدة إعارة تجيب لك الطاووس ده كله؟ واحنا بقى لنا 30 سنة خدمة بقى عارفين نجيب جزمة. عجبي. اركب يا راجل اركب. ادي راكبة يا سيدي. اتفضل. ايه مش عارف تسوق ولا ايه؟ الله يرحم كده. الله الله الله. وانا يا ابني مش كنت سابقك في الدرجة؟ ولسه سابقني. امال جبتها ازاي؟ لو فتحت مخك معايا هتجيب احسن منها وتلعب بالفلوس لعب. خف شوية من هواية الفقر اللي عندك دي. انا هخليك تخف من الهواية المنيلة دي. ازاي؟ هقول لك انا ازاي. انا خايف اوي من الحكاية دي يا سامي. خايف من ايه يا اخي؟ ده انت الناظر ومن حقك تطب على المدرسة في اي وقت وتطمن على ورق الامتحانات. يلا يلا ما تضيعش وقت وتضيع رزقك. يلا. مين هنا؟ أنا حضرة الناظر يا صابر. افتح الباب. حضرة الناظر؟ عجايب. إيه اللي جابك دلوقتي؟ أهلا وسهلا يا بيه. خير؟ خير يا بيه؟ أنا جاي أطمن، خايف لا تكون راحت عليك نومة. وإذا معقول يا بيه؟ ده أنا ما أنامش إلا لما يطلع النهار. أوعى حد يهود ناحية الأوضة اللي فيها الخزانة. اطمن يا بيه، اجيب لحضرتك كوباية شاي. لا اجري انت اقعد جنب البوابة، اوعى تتحرك الا اذا ناديت عليك، فاهم يا صابر؟ فاهم يا بيه. يا ترى ايه الحكاية؟ شريفة وابوي الجعفة. مع السلامة يا بيه. مش كله تمام الحمد لله؟ تمام يا صابر.
الحمد لله. هو جه ليلتها حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، حتى انا استغربت مش عوايده، وقعد مقدار ما شربت كوباية الشاي وطلع بسرعة وهو مكروش، ما فهمتش ليه، لكن دلوقتي فهمت كل حاجة. يا خسارة الناس الطيبين. بقى انت السبب في تسرب الامتحانات السنة دي يا حضرة الناظر. يحجز المتهم على ذمة التحقيق. أبوس إيدك يا سعادة البيت، وتسألني أروح بهم فين؟ أبوس إيدك. ليه كده يا حبيبي؟ ليه عملت كده؟ أبوس إيدك، أعمل معروف أنت كده. يا مصطفى أبوس إيدك، أعمل معروف يا ناس، أروح ببلادك فين يا محرم؟ ليه أنت خربت بيتي يا محرم؟ يا خرب بيتك يا علي، أروح فين ببلادك يا محرم؟ أروح فين في الفيلا الثمانية دول يا محرم؟ أبوك اتحبس يا ولاد، أبوك يا حمام، اسمك ايه؟ أليف البحراوي. أليف البحراوي؟ فك الحديد من ايده وطلعه فوق. اسمك ايه؟ أليف. أليف ايه؟ أليف البحراوي. ايه علم اللي في جيبك؟ انا ما معيش خايف. حالا قوم علموك. اشاويش اشاويش يا شويش. شويش مين اللي خش جوه؟ خش جوه. بي انا ماليش دخل في الموضوع ده ابدا. اسمك بالكامل ومهنتك. انا فاهم الاليوبي، اشرف مدير جمعيه تعاونيه في وزاره التموين. هتلعب من ورايا انت يا بيولي؟ فكلم المديرين اللي بينضحك عليهم. لا، فالتعليق كويس قوي يا عيني على اللي خلفوك. هو حصل ايه بس يا استاذ فهمي؟ طنف البام يخس 16 كيلو مره واحده. ليه؟ راحوا فين؟ لبسوا طاقيه لفه وخرجوا من الجمعيه؟ يا عيني على اللي ربوك. ما انت عارف صنف الخضار كله بيخس ميته. لا يا شيخ، ثوم البامية تخس 16 كيلو مرة واحدة يا ابن الحرامية؟ أمال لما تتأمع هتخس قد إيه؟ والله ما تحلفش، الله ياخدك. اجري يا أخويا دليل تودينا في داهية. ربنا يستر، هحاول أسويها. تعالى هنا، ما أنا عارف يا أخوانك هسويها. اسمع، بعد ما أسويها بقى ابعت بيت 2 3 كيلو. من عينيا. يا عيني علي. علي إيه؟ علي يا عم عوك. الله، إيه الهيصة دي؟ لازم عربيه الفراخ وصلت. طيب يلا يا اخويا روح استلمها. يلا يا جماعه في الصف، يلا يلا. Thank you.
وسننها. الواحد عرب يا بيض. الو، اهلا يا صباح الفل يا ست الكل. طلباتك؟ ايوه يا فهمي. بقول لك ايه، انا عامله حفله النهارده وعازمه ناس كتير قوي مهمين. طلباتك يا ست هاني؟ الفراخ من هنا والرز من هنا والصابون من هنا. يلا طويل، يلا يلا امشي. وعايزه سجاير، ما تنساش السجاير ابدا يا فهم. كنت ومارلبور عينيا ابعت لي. والفرنساوي مهم قوي. حاضر يعني. وفرنساوي كمان. فرنساوي؟ اه ابعت لي الكميه اللي عندك. ده امرك يا ست هاني. ما تنساش ورق التواليت. بقول لك ايه، احجز لي كميه فراخ. قد ايه؟ 50 فرخه كويس؟ 100 يكونوا احسن. طب سيبيني انا هطلب لك كل حاجه بنفسي. انا عارف طلباتك كويس. يا عالم النظام، يا سيادنا النظام، اتعلموا النظام بقى. مد يا بيومي. انا معاك. شايف يا بيوم احنا بنتعب قد ايه عشان الجمعيه؟ شايف. يبقى المسؤولين يشوفوا. حضراتكم قاعدين لي في التكييف واحنا اللي شايلين البضاعه على قلبنا. على قلبنا؟ اه. وعشان مين يا ابني؟ عشان خاطر الشعب. بقى بذمتك مش حقتهم يدونا كاس الانتاج وكاس الدوري. اهلا يا صباح الفل. يا صباح القشطه. دخل يا بيوم يلا البضاعه. يا بايع المطبخ على طول. حاضر يا صاحبي. الست لسه نايمه ولا ايه؟ اهلا. ده ايه ده؟ ده اهلا. اهلا وسهلا يا عين علي. بس يا سعادة بيه، اهو ده كل اللي حصل. زبونة محترمة وحلوة، طلباتها كتير، بتزود الدخل القومي. معقول برضه سعادة بيه اوقفها في الطابور في وسط الزحمة؟ وسعادتكم عارفين الزحمه ولا بيحصل فيها؟ بقى هو معقول برضه يعني لو سعادتك او سعادته شرفوا عندي الجمعيه هوقف فيكم حد في الطابور؟ ده معقول يا سعاده البيه؟ احنا ناس بنفهم في الاصول. طب بشرف يا سعاده البيه، انا مستعد اوصل لكم الفراخ وكل طلباتكم لحد البيت، بس امروا 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 يا سعاده البيه. يا سعاده البيه، ده احنا خدامين الشعب. والحفله يا فهمي؟ الحفله يا سعاده البيه؟ ماذا الحفله يا سعاده البيه؟ كانت حفله محترمه واخر فرفشه. ما جت في الاخر بقى وقلبت بغمه. الله يخرب بيته اللي كان السبب. احكي لي ايه اللي حصل في الحفله ومهمتك فيها ايه بالظبط؟ مهمتي عارف ايه احسن حاجه في الجمعيات يا فهمي؟ ايه يا منظره؟ ده طوابير. الواحد بيتعب نفسه يخلي الاولاد تقف في الطوابير علشان يعلمهم على النظام، يضرب الجرس يتفركشوا. انما في الجمعيات الناس بتستنى في الطوابير قدامها بالساعات. ادخل شنب فيهم ما يستجريش يسيب مكانه. يا عرض الناظر، المدارس بتدي كلام انما الجمعيات بتدي فراخ. ولا فيها فروق. انا بعت اسال ما لقيت. ده مين ده؟ ده ابراهيم المجرمي، اكبر منتج في بيروت. يا عيني علي. اهلا اهلا يا ابراهيم بيه. منور والله العظيم، منور يا شيخ. ربنا مخيب. مصر طول عمرها بلد الخير. حرام توصل للحاله دي. حتى الميه مش عارفين يشربها. لا يا دكتور، كل حاجه موجوده وخير ربنا كتير، بس ولاد الحرام ما خدوش لولاد الحلال حاجه. دول عايزين الصراحه التامين كان اكبر خساره للبلد. لا 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 يا دكتور، مين قال الكلام ده؟ بالعكس يا دكتور، مين قال الكلام ده؟ التامين ده احسن حاجه اتعملت في البلد يا دكتور. ليه؟ بياع بقى موظف وتاجر بقى مدير، وده بيكسب وده بيكسب. اذا كان في حد بيخسر بقى يبقى اللي مالي مالي. حبوا يأمموا قطاع خاص، أممهم هو. بالظبط. قول لي يا استاذ فهد. ايوه يا سعد بيه. هو الواحد ممكن يلاقي ايه عندكم في الجمعيه؟ شو يا سعد بيه بقى، الجمعيه دي زي صندوق الدنيا. تلاقي فيها كل حاجه وما تلاقيش حاجه. الحدق يلاقي فيها لبن العصفور، والخيبان ما يلاقيش فيها حبة الزيتون. يا ميزة على العيون الكويسة، صاروخ اهو، صاروخ محترم والله العظيم. روح يا شيخ وحياة النبي، انت حظك في السماء. اي والله. ليش؟ لا انا ههديك هدية ملهاش نظير ابدا. انا بنفعك قوي. تعال يا حبيبي انت والنبي، تعال خد لنا صورة كده، صورة حلوة. ايوه، صورة الاشقاء اللي مش هيستغنوا عن بعض ابدا. انا عامل ايه يا ابراهيم بيه؟ اهو الواحد عمال يعني اللي مش عارف يعيش ابدا. يبقى مفيش غير حل واحد يا ابراهيم بيه، هو
قاعد عمل مرة كده الواحد يستفيد منه وانت تساعدني فيه وحياتك. ايه يا ابراهيم بيه قلت ايه؟ نفارق نفارق عمي عمي نفارق واحنا كمان بنفارق. طب تصبح على خير بقى يا هاني. ما لسه بدري يا فندم. لا معلش اصل عندي مشوار كده عايز اعمله ان شاء الله بكره. خلي الواد بيومي يجيب لي كل طلباتي كل اللي انت عايزاه. ميرسي يا فهمي قوي. بس وحياتي بقى دي بتوسع عليا ابراهيم بيه علي. حاضر. باي 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 باي. بس ساعتي بيه قعدت شويه وبعدين مشيت من الحفله. مشيت رحت فين؟ حي انت يا راجل يا مجنون انت. الله الله انت راجل يا مجنون. يا بيه يا بيه انا راجل مصلي وبتاع ربنا. الشيخ علي. استغفر الله يا فهمي يا فهمي. ربنا يتوب عليك ويهديك الى صراط المستقيم. اذكر الله. حي الله حي الله 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 حي. من بركاتك يا شيخ مسعود. من انا فهمي ما تخافش. الله يجازيك يا فهمي. الله الله الله. على فكره متشكرين قوي على الفراخ كانت رائعه حببت الاولاد قوي. الله الله الله. انما قول لي هي دنماركي ولا معونه امريكيه؟ الله ما تاكل وخلاص يعني لازم تسال. اي نعم اي نعم. بالمناسبة كنا عاوزين كم قطعة صابون علشان الأولاد بقوا موسخين قوي. الله الله الله. وكم علبة كبريت للإشعال مش للفرقعة. الله 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 حي الله حي. لغاية الساعة 4 ونص في بيت الشيخ علي وبعدين يا سعادة البيه قمت صليت الفجر وقريت الورد وروحت. وايه رايك يا شيخ علي؟ ولي ولي من اولياء الله الصالحين وله كرامات عديده يا سعاده بيه. هو سعادتك تعرفه؟ تفتكر الشيخ علي يكذب؟ لا 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 حاشا لله يا سعاده بيه حاشا لله. يا شيخ علي. ها؟ شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا شيخ علي. السلام عليكم. اتفضل اتفضل يا سيدنا الشيخ اتفضل. قول لي يا شيخ علي فهم الأليوبي ساب الذكر ومشي الساعة كام؟ حوالي الساعة 2 صباحا. انت سبت الذكر الساعة 2 ورحت فين؟ يعني هيكون فين يا سعادة البيه؟ أهو في بيوت الله. ولا رجعت شقة سناء كامل وقتلتها؟ قتلت إيه يا سعادة البيه؟ أنا راجل بتاع عقلي برضه، أنا مالي ومال قتل يا سعادة البيه؟ أنا ماليش دعوة بالموضوع خالص. الله ما تقول لهم يا شيخ علي أنا راجل طيب ومصلي ولا لا؟ أي نعم، إنما الله أعلم بالسرائر. سرائر؟ حتى انت كمان يا شيخ علي. اهدى يا ابني اهدى امال وافتكر. قول لهم انت كنت في نداهية ولا تكذب فتضيف الى ذنوبك ذنب جديد. طب بالله العظيم ثلاثة ما قتلتها. بدل ما تحلف قول لنا كنت فين. والا تبقى انت اللي كنت قاتل. لا 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 خلاص افتكرت وهقول. هتقول ايه؟ يا شيخ اتنجل. قول يا ابني قول. هقول. ان شاء الله بينا نكمل بقيه العلاج. صلاة. يلا بينا. اللهم انه سبق الجامع الدال عليك وحجابك الاعظم القائم لك بين يديك. اللهم صل اللهم صل على صاحب المكان المشهود وبه تضاءل سابق ولا لاحق فرياض الملك صاحب جمال ولا شيء على فين يا استاذ فاتني لسه بدري الحين نكتم بنفسين جت بنفسك. احنا وصلنا ولا لسه؟ وصلنا. امال ليه مش سامع كركرة؟ يا عم يا بنت يا بنت يا بنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما تقبل الزيت بقى يا مسعود. يا واد يا بنجي
هاتينا الجوزة ام رفاص. مساء الفل يا معلم. يا ناس يا معلم. ما تقول لنا نبذه عن جسد الست سناء. اه يا عيني. اوف صح. يا عيني علي. علي ايه؟ علي السعر. مية مية. فجيت نفسي في داهية اهو. لا صحيح يا سعادة بيه، قعدت احشش لغاية الساعة 4:30 صباحا وكان معايا الواد يومي ده. ايوه بيه انا كنت معاك، انما بصراحه انا ما حششتش يا بيه، انا ما كنتش جريان بحاجه يا بيه، اصل المدير بتاعي وهو اللي بيقول لي تعالى وانا بروح. ايوه يا سعادة بيه ده كان قاعد بيكرس بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخص عليك. ما تحركهاش قوي بقى يا شيخ علي، مصيبه اخف من مصيبه، مش احسن من الاعدام؟ بس كل اللي كانوا معاك في الغرزه اعترفوا انك مشيت الساعه 2:30 تقريبا، رحت فين؟ هم اعترفوا؟ ايوه. يبقى خلاص بقى مفيش فايده، حاول على كل حاجه يظهر انه مش كفايه عليا تهمه واحده بس. ايه هو المنكر سد نفسك ولا ايه يا فهمي؟ لا انا اصلي عايز افضل فايق مش عادتك. اصلي عندي شغل دلوقتي. ده احنا قرب الفجر ومن غير اوفر تايم وحياتك. الله يكون في العون. اسمعك انا يا عم الاستاذ فهمي. لا كفايه كده، خدني معاك. اجي معاك يا عم فهمي. لا روح انت. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمه وبركاته. افتكرني يا فهمي، افتكرني. نزل البلغ. امشي. اهلا 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 بيك يا سيد. صباح الخير يا بيه. صباح الفل. جاهز زمانه جاي. الزبون وصل كله على الله. صباح الخير يا رجاله. صباح الفل يا معلم. جاهز؟ جاهز. كم جوز؟ 200 جوز فراخ كبيره من ابو 57.5. 200 جوز بس؟ والله ده حصتي في الجمعيه، ماليش دعوه بغيري. طب العربيه تقدم لحد المحل؟ لا ما اتفقناش على كده، تسليم هنا. تسليم هنا يعني ايه؟ هصحي الفراخ وهشهم قدام الحد المنيره؟ ما قلناش كده يا معلم، بس دخول العربيه البلد وفيها الفراخ خطر علينا، وكمان السواق مش حوافي. نرضيه. اذا كان كده معلش. اتفضل. والله والله البيعه خسرانه، بس انا قلت نرحم الجمهور من وقفه الطوابير والخناقات والزحمه. اي والله يا سعاده البيع، اخد كاس للعلاج ممكن، اضرب مفازين للمزاج ممكن، ابيع فراخ بره الجمعيه ممكن، انما انا اقتل مش ممكن ابدا. افتح له محضر التجار في ممتلكات القطاع العام. عشان ايه بقى يا سعاده بيه؟ ما هي الحكومه معيناني عشان اتاجر في ممتلكات القطاع العام، مش معيناني عشان اخزنها. تعرف مين ده؟ يا سعاده بيه ده ابراهيم بيه المضربي، المنتج اللبناني المعروف. ما هو ده اللي هينفعنا لما نخرج من السجن. يا عيني علي. علي ايه بقى؟ علي هيسجنونا. مش منصور. على الحجز. جاهزين يا ابني. يا الله الحمد لله يا الله يا الله يا الله.
الله ثبت لي عقلي شو هالجمال اللي بيدور. وحشتنا خالص. والله توحشتينا كتير كتير كتير. هديه متواضعه دليل اعجاب والتقدير. لا 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 كده انت بتحرقني يا ابراهيم. ايه ولو. تفضل استريح. لا لا تاخذيني، شوفي تبعتك زينه تضلي تحت، فكي بروح اوتيل بغير وبرجع. لا اوتيل ايه ده، انا حجز لك احسن شقه عندي. ثانيه واحده، ثانيه. ها والنبي لو سمحتي توصلي. حاضر. مش معاكي المفتاح؟ اه معاك. اوي ترسل كنتارك قلبي هون. مع السلامة. يلا يا سيدي. أهلين. أهلا. أهلا يا حياتي. إيه الشيء ده؟ ده منتج. بس ده زحمة أوي. كتير شوية. وين حجرة النوم؟ ورايا موجة. وين رايحة؟ يا على حجرة النوم. لا اوعى ايدك ارفع عليك. لا ما رمش نوم. ايه دي حجرة النوم؟ ايوه. خليها مطفية. لا 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 ارفع عليك. وينك رايحة؟ تعالي يا غزالي. ايوه. لا دعي النوم وناغي الوطن. ايوه ناغيني ناغي. ولا اطال النوم عمرا ولا قصر في الطابور طول السهر. ناولني صاروخ يا فهمي ناولني. اه يا حبيبي جاي. يا حلوة. شو رأيك بالتغسيل؟ بتوافقيني بنكتب العائد الليلة؟ أيوة بس. لا بس ولا بسوس، معي 500 جنيه، المسافر ما بدي إياهم، تاخديهم هادور لعبون العائد لحد ما أرجع. أهلا يا إبراهيم بي، أهلا أهلا. والله عرفتوا على بعض ولا إيه؟ لسه بنربط حواسل الصداقة بيننا. مادموزيل أمينة دي. مادموزيل. ايه فهمت. انها الغلبانه دي لحد النهارده ما شافتش البرج. يا عيب الشو. اصلها مش من مصر، من طنطا. ايه انا فرجيت اياها الليله كمان. ايوه بس يا جماعه لا قومي معايا. إيه؟ ابراهيم ده هيعجبك كتير. برج ايه بس اللي هتفرجوني عليه؟ يلا يا حلوه يلا يلا يا حلوه. ارجوك سيبني. اسمعي يا مسلومة، ما بدك تبقي نبتة سيمة، سيبيني اكتشف بوحدك. ما بدك الهدايا وال 500 جنيه، ما بدك اياهم؟ اوحى روحي امال. امال ليش جيتي معي؟ ما بيعجبك هذا البرج؟ يا خرج حوالي الساعة واحدة تقريبا. وعملت ايه بعد كده؟ نمت. شو هعمل بعد نص الليل؟ بحب انام بدري. عبد البواب اكد انك خرجت من البيت الساعة واحدة وربع، يعني بعد ما خرجت امينة بربع ساعة. بواب مجنون؟ بدي اقول اني بمشي وانا نايم؟ ما عندي هالمرض يا كابتن. انت خرجت الساعة واحدة وربع علشان تقتل سنة كامل. شو؟ هيدي اهانة. بشكيك للسفارة، للخارجية، بشكيك للدرع العربية. الكلام ده مش في مصلحتك، لازم تثبت كنت فين ساعة الجريمة. يخرب بيت الشيطان. افتكرت. هلا ذكرت. لا تاخذني، ذاكرتي ضعيفة لكثرة أعمالي. أنا أكبر منتج سينمائي في الشرق الأوسط والأدنى. قل لي يا كابتن، بدكش تمثل بالسيمة؟ ملامح وجهك فوتجني. وأنت افتكرت رحت فين؟ ايه افتكرت. شو رأيك نتكلم في أمر تمثيلك بالسينما بعد التحرير؟ رحت فين؟ رحت المطار. استاذ سهيل، استاذ سهيل يا ده وصلي شو هالبطارك والبصر، ما الله يخليك وما راح انسالك هيدي الجنة. بطرخ لامك شو امك متجوزة جديد؟ ايه حرب عليك، ده عمرها فوق الستين، ما بينفع فيها لا بطرخ ولا كافيار. بعد امك بالعلوة مثل ما هي؟ ايه شارع زقاق البلاد بتلف عازر وبالطميز بيطلع بوشك حاوز الساعتية اول بيت على اليمين. تكيلة سلم لي على امي. تكرم خيي على راسي. سلامة. هي دي البسترمة؟ شو هالحظر؟ ما وصلت امي؟ لا الظاهر صاحبك سهيل حس انه متراقب فساب الهديه وسافر لوحده. شو قصدك يا كابتن؟ هيدي اهانه. انت بتهين اكبر منتج في الشرق الاوسط.
هشكيك في الشارع العربية. كيف تصدروا هدية لأمي؟ والذهب ده برضه لأمك؟ يا شويش. عندم. شو شويش؟ بتريدوا تحبسوني؟ بشكيكوا لمجلس الأمة، للجامعة العربية، لهيئة الأمم. أهلين. ما هو عدل، بتندم كتير يا كابتن على هالأمر. بدك شي تسيب الشرطة وتشرب السينة؟ شويش برضه. شو قدامي؟ امشي. سلم لك الكلبشات. نجيب. ايه في ايه؟ في ناس عايزين قبل امين. فين هم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت والد امينة؟ اي. انتوا زمايلها في الجامعة؟ لا احنا مباحث. مباحث؟ هي فين؟ دي عيانة جوه في الاوضة. عاوزينها في موضوع مهم. اتفضلوا. وراي. البهوات ظباط مباحث وجايين يتكلموا معاكي. ما تخافيش، احنا جايين نستفسر منك عن شخصية كنت تعرف. ما اعرفش عنها حاجة خالص. شفتي ازاي عرفتيها؟ الصورة دي بتقول انك كنت عندها في حفلة عيد ميلادها اللي في اخرها اتقتلت. ايوه. أنا روحت شوية صغيرة ومشيت على طول قبل ما تتقتل. مشيت روحت على فين؟ سيبنا شوية لو سمحت. ما تخافش. مفيش حاجة. اتفضل. اتفضل يا حبيبي. حاضر. يا رب سترك ورضاك. بعد ما خرجت من عند إبراهيم المغربي، رحت فين يا أمينة؟ قولي يا أمينة. قولي ما تكذبيش. رحت عند سناء وقتلتيها. لا. ما قتلتهاش. أمال مين اللي قتلها؟ ما أعرفش. أنت لازم تثبتي كنت فين ليلة الحادث. في إيه يا عم نجيب؟ والله ما أنا عارف يا بيه. سترك يا رب. يا ترى إيه؟ يا ترى إيه؟ يا ترى إيه؟ أمينة نجيب طالبة في الجامعة، إيه وجه الصلة بينك وبين فنانة زي المجني عليها؟ اتعرفت بيها إزاي يا أمينة؟ ما كنتش أعرفها لما الصور اللي في المجلات. صورك اللي في بيتها بتقول إنك كنت على صلة وثيقة بيها. أبداً والله، ده أنا ما روحتش بيتها غير 3 مرات بس. وإيه اللي وداكي هناك يا أمينة؟ هما اللي خدوني. هما مين؟ قولي يا أمينة. قولي. ما تخبيش حاجة. قولي كل اللي تعرفيه. أمينة زميلتنا الجديدة في الأوضة. هاي. أهلاً. سريرك أهو يا أمينة. أنت منين؟ من طنطا. وانا من اسكندريه. صحيح. ومادموزيل ألفت برضه من اسكندريه. مادموزيل؟ لا انا من مصر، بس بابي متجوز وعايش في المعادي، ومامي عايشه لوحديها في مصر الجديده، وانا بقى باخد حريتي هنا. انت هتفضلي قاعده كده؟ ما تقومي تغيري هدومك. ولا مكسوفه؟ لازم جسمها مش حلو. انت مخطوبه يا امينه؟ لا. ليكي بوي فريند؟ لا طبعا. احسن. خليكي كده منطلقه زينا. لا انا هبقى اوصلك واسيبك ونتقابل بعدين. احنا رايحين فين؟ انت مش كان نفسك تشوفي سناء كامل؟ رايح لها دلوقتي؟ طبعا هخليكي تشوفيها وهي بتفنن. Thank you.
مش حلو داخلين البيت. يبقى احسن. يلا بينا. الست سناء عاوزاكي فوق. عاوزيني انا؟ اه. يلا اطلعي قومي يا حبيبتي. اطلعي يا وهم. حاسبه من السلم. اطلعي. بالسلامه. برضه كبير عليا. معلش انا احكالي الخياطه بتاعتي تعمل لك كام فستان. اسمعي خدي دول دلوقتي. لا اسمعي بس. لا 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 انا عارفه ان ظروفك وحشه. معلش ما تزعلنيش منك ولو عوزتي اي حاجه تقولي لي. خلاص خلاص. هلو. الحقي يا امينه باباكي مستنيكي في اوضه المشرفه. اهلا يا بابا. اهلا امينة. حضرة المشرفة بتقول لي انك دفعت الايجار يا بنتي. ايوة يا بابا. اصلهم في الكلية ادوني 10 جنيه علشان انا متفوقة. طيب كنت بعتي لي يا بنتي عشان افرح معاكي. ده فستان جديد ده يا امينة. ايوه يا بابا. مبروك يا بنتي. انما ده برضو من فلوس التفوق. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. ده رخيص قوي يا بابا. اصل فستاني القديم داب. يا بنتي ربنا يسعدك. البسي زي ما انت عايزة. دي حكاية التفوق دي هتحل كل حاجة. اظن بعد كده مفيش داعي ابعتلك فلوس يا امينة مش كده؟ انا اعرف ان فلوس التفوق دي بتبقى على طول مش كده يا امينة؟ ما اخبيش عليك يا بنتي. المبلغ بتاعك ده كان بيقطم وسطي. كنت بستلفه بالجنيه والاتنين. الحمد لله هي فرجت رزق اخواتك يا بنتي. كل ما عارف سناء ناس كبار قوي ينفعوا في كل حاجه. انما كلهم كوم وابراهيم المغربي ده لوحده كوم. ده كوم كبير قوي كله عمله صعبه. على فكره يا امينه ده معجب بيكي. يا بختك. معجب بيا انا؟ طبعا. بس لو تخليكي حركه شويه كان ينغنغك. ورحتي عند ابراهيم في شقته. بس والنبي ما تقولش لبابا. ما تخافيش بس اتكلمي اتكلمي. بعد ما نزلتي من عند ابراهيم رحتي فين؟ رجعت على طول بيت الطالبات. لا المشرفه قالت انك ما كنتيش بايت هناك. ايوه ما انا لسه هقول. طب قولي. استنيتك كتير كنت خايفه لحد يشوفني. لا تاخذيني يا حلوه ما كنت بعرف انك راجعه. اتفضلي يا حلوه اتفضلي. اهلا فيك. اتفضلي اتفضلي. هون احلى. اتفضلي اتفضلي. اهلا فيك يا حلوه. مش هتديني ال 500 جنيه؟ هتديهم لي مش كده؟ لا تاخذيني ما كنت بعرف انك راجعه. اضطريت اشتري بيهم هديه لامي من المطار. ايه
ومشيتي امتى يا امينه من شقه ابراهيم؟ الصبح رحت على الكليه على طول، ولما عرفت خبر سناء جيت على هنا. البوليس بره يا دكتور. بوليس؟ ايوه بوليس. في اتنين ضباط بره عايزين حضرتك. طب دخليهم مكتب وانا جاي. حاضر. اتفضلي انت. اصلي رافع قضيه على صاحب البيت ويظهر انهم بيحققوا في الحكايه. الادويه دي تاخديها لمده اسبوع وبعدين تمر عليا تاني. حاضر يا دكتور. اتفضلي. ميرسي يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضل. اي خدمه؟ ايوه ما بحس. اهلا دكتور. ايوه حضرتك تعرف سناء كامل؟ الله يرحمها. تعرفها من امتى؟ من حوالي سنه تقريبا. وايه سبب المعرفه؟ انا دكتور وهي مريضه، اظن ده كفايه. كانت عيانه بيه. عرفت عندي يعني مريضة في 3 أشهر. الحقيقة حافظ صديقي هو السبب في معرفتي بيها. حافظ مين؟ السيد رئيس مجلس الإدارة موجود يا فندم. نقول له مين؟ ثواني يا فندم. صفية هانم على التليفون. أهلا سيادة الوزير. الحمد لله يا فندم. لا كلها صعبة كتير وأكون عند سيادتك. هو حصل ظروف يا فندم، إنما إن شاء الله كله هيبقى تمام. زي ما أمرت سيادتك. تحت أمري. أنا مش مطمنة لسهرة كل يوم مع سي حافظ بتاعك ده. ليه بس يا حبيبتي؟ حافظ ده إنسان مهذب وصديق مخلص. حاسة إنكم بتروحوا حتت مش كويسة. ما تقوليش كده يا منى. انت عارفه انه مهتم بشغلي وبيتي وبس. عارفه كمان انا بحبك قد ايه. ما هو انا كمان مش قادره انسى اني تالت واحده بتتجوزها ويمكن 10 واحده بتحبها. انما انت بس اللي بموت فيها. تعالي تعالي ما يصحش، سابين الراجل مطوح بقاله مده. انا مش عارفه ليه الراجل ده انا مش برتاح له ابدا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، قلت لك ان حافظ ده انسان مهذب. انا اسف يا حافظ اتاخرت عليك. اهلا يا فندم. اهلا. يا ترى على فين النهارده؟ ما تخافيش عليه، أنا هاخد بالي منه، مش هخليه يتلفت ليمين ولا شمال. بس يا ريت ما يكونش العكس. على إذنك. مع السلامة. باي باي يا روحي. باي. تحسين. تحسين. ها؟ أرجوك ما تتأخرش النهاردة. حاضر. بس لو حصل واتأخرت شوية بينام أنت. ها؟ باي باي. باي. عرفك بصديقة لطيفة قوي، سألتني عن دكتور كويس فرشحت حضرتك. إياك يطمر فيك. هي مين بس؟ أنا كنت فاكراك عجوز وعصبي زي الدكاترة إياهم. لا ده أنا عاجبك قوي. أنا بقالي مدة وأنا نفسي أشوفك قريبة مني بالشكل ده. ميرسي. أنا كمان سعيدة أوي اللي عرفتك. حافظ قال لي إنك تعبانة شوية، خير؟ مش هقولك. المفروض تكشف عليا وتعرف لوحدك. مش كده؟ كده. طب يلا بينا. على فين؟ نزوج من حافظ عشان تكشف عليا. يلا؟ يلا. الله، هما راحوا فين؟ عرفت عندي يعني مريضة في 3 أشهر. أيوة بس ده
في خطوره عليك. ايه ده انت خوف؟ مسؤوليه انت عارفه. اصل مش ممكن علشان السينما يعني مش معقول. اه عندك حق. بس جوز حضرتك موافق؟ لا انا مش متجوزه. لسه حياه. امال مين اللي؟ انا ما كنتش اعرف انك خواف قوي كده. حافظ فهمني غير كده. ما قلتليش كانت مريضه بايه؟ امراض العصر، اعصاب، حساسيه، الى جانب امراض نساء اخرى. واصبحت زبونه عندك وصديقه كمان. وكنت بتتردد عليها في البيت؟ يعني لما الظروف تستدعي. انما كنت موجود ليله الحادث. ايوه، وكان معايا صديقي حافظ. كده بالظبط. لا انت اختفيتي خالص عننا. اعمل ايه بس، احمد ما خطبني ما بيسيبنيش لحظه واحده. لا فنانه كبيره زي سناء هانم ليها جمهورها، لازم ترضيه الاول وبعدين ترضي خطيبها، ولا ايه يا دكتور؟ الحقيقه اللي يشوف سناء هانم مره ما بيشبعش منها ابدا، فما بالك بقى باللي يخطبها. يا ترى سناء هانم ماشيه على العلاج ولا يعني؟ يبقى لازم تجيلي بقى عشان اعمل لك تحليل مظبوط. ها ان شاء الله. يا جماعه انا مش هقدر اقعد كتير الليله دي، انا عندي معاد مع الوزير. مش عارف. هو الوزير ده الحاكم بامره ينام بالنهار ويشتغل بالليل. الحقيقه الوزير بتاعنا لا بينام بالليل ولا بالنهار. الحقيقه ساعات بيه انتوا بتتعبوا قوي. الله يكون في عونكم. بيتعبوا قوي قوي قوي. البيت للوزير ومن الوزير للبيت. بالمناسبه دي اكلمه في التليفون اطمن بس. يا عيني علي. طب سنة هام استاذن. ما لسه بدري يا دكتور. معلش عشان عندي اشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. سعيد قوي يا حبيبي. وبعد خروجك من الحفله رحت فين؟ البيت طبعا. المدام قالت غير كده. مدام مين؟ مرات حضرتك. ايه دخل مراتي في حاجه زي دي؟ اهدى يا دكتور واقعد، احنا بنحقق في جريمه قتل. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف انت كنت فين بعد ما خرجت من الحفله لغايه الساعه 3، والا مضطرين نوجه لك تهمه القتل. طب قتلها ليه؟ احنا كنا اصحاب، مجرد اصحاب. وانا سبتها يوم الحفله ومشيت و قريت الخبر في الجرايد زي كل الناس. كل ده ملوش لزوم. المهم عشان مصلحتك تفتكر انت كنت فين. طب استنوا عليا وانا افتكر. اصل اسئلتكم كانت مفاجاه وما تصورتش انكم هتوجهوا لي اتهام زي ده. ايوه افتكرت. أنا رجعت على هنا في العيادة في الوقت المتأخر ده؟ أيوه. ليه؟ دكتور ما جابوش غير 30 جنيه بس. معلش أصلهم من طرف ألفت. هما فين؟ في الأوضة دي. حضري أوضة العمليات. حاضر. ما تخافيش. مش عايزة أموت، مش عايزة أموت. إيه ده يا سلوى؟ إذا ما عملتيش العملية هروح داير. أهلك هيقتلوني. تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تخافيش، تعالي خش يا أختي. خليك أنت هنا. حصل بس النبي يا حضرة الظابط ما تجيبوا السيرة لأهلي أحسن يموتوني. الله يخليك. طب اتفضلي أنت. هو زي ما شفتوا حضراتكم كنت بأدي خدمة إنسانية لإنسانة في ورطة. كان ممكن تتقتل لو اهلها اكتشفوا الحكايه دي. ايوه بس الخدمه الانسانيه دي قانون العقوبات بيقول عليها جريمه. وقانون المهن الطبيه كمان. علشان كده احنا هنستضيفك عندنا شويه. يا شويش فرع. فندم. عشرة. احجز لك شقه فيها؟ خليهم شقتين، اصل العمليه كبيره شويه. يبقى ضمننا انك هتستعجل لنا الطلب. من بكره
على فكرة يا مدام المقاول كان عايز يورطك. ليه؟ متواضع جدا، بعد شوية كان هيوقف الشغل. ياه. الكمية لازم تتضاعف وينضاف ليها أصناف تانية. طب قولي حضرتك نكتب إيه؟ معاكي ورقة وقلم؟ معاكي ورقة وقلم؟ بس هنا مش ممكن. إيه رأيك لو نروح البيت نكتب في هدوء، مش يكون أحسن؟ معقول جدا. اكتبي كمان 300 متر خشب مسكي للشبابيك و300 للباركيه، 5000 شكارة اسمنت، 4000 مصيص. اظن بكده بقى تبقى العمارة كملت. لسه لسه اكتبي. لسه ايه تاني؟ الادوات الكهربائية، ما حدش يعرف ان الشركة فيها ادوات كهربائية، هتلاقي تمنها هتضاعف في السوق السوداء. انا مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. بالطريقة دي تقدري تبني الثلاث عمارات بدل عمارة واحدة، وبدل ما تحجزي لنا شقتين نخليهم اربعة. من عناية الاثنين. بس هودي الطلب ده فين بعد كده؟ تبعتيهولي يعني للأنسة سامية السكرتيرة بتاعتي، بعد ربع ساعة أكون موافق لك عليه. أول الشهر تصرفي الطلبية على طول. ميرسي. تتأمري بس. محدش جاي لك ولا حاجة؟ طيب ممكن أكلم في التليفون؟ تتكلم من فوق أحسن؟ أحسن برضو. ألو؟ أيوة يا فندم. اسمع يا سامي، إلغي المواعيد كلها الليلة دي، إلغي كمان اجتماع مجلس الإدارة، عندي اجتماع طارئ مع سيد الوزير. مع السلامة، مفهوم؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. تحسين بيلبس وجاي حالا. على راحته. حافظ بيه يا فندم. أنا شايفة إنه تحسين بيسهر الأيام دي كتير برا البيت، ودي مش عادته. إيه الحكاية بالظبط؟ اطمني يا منى هانم. لا يا حافظ بيه، أنا حاسة إنه في حاجة، أرجوك تكلمني بصراحة. أنا كنت هتصل بيك بالتليفون وأسألك. وما كلمتيش ليه؟ مش عارفة النمرة؟ هاخدها من دفتر تحسين وأكلمك. أنا جاهز. يلا يا حافظ. عن إذنك. باي يا روحي. باي. أهلا وسهلا منى هانم. أرجوك يا حافظ بتقول على كل حاجة وبصراحة. طب استريح شوي اتفضلي. لا أمال فين المدام والولاد؟ لقيت مش مناسب ان نتكلم قدامهم في موضوع حساس بالشكل ده. يعني احنا هنا لوحدنا؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. هو في الحقيقه انا موقفي حرج جدا، انت عارفه كويس ان تحسين من اعز اصدقائي، وانت كمان عزيز عليا قوي، ومش موافق على انه يخدعك. انا مش فاهم ازاي تحسين يبقى قدامه الجمال ده كله ويبص لواحده غيرك. ميرسي يا حافظ بيه. الا قول لي هي اسمها ايه؟ لا ما هي مش واحده بالذات يعني. يعني أكتر من واحدة؟ يعني مغامرات طياري كده. يعني إيه مغامرات طياري كده؟ واحدة واحدة يا منى هانم، أنت مش عايز تعرفي كل حاجة؟ أرجوك تقول. هقول، بس أنت مستعجلة أوي. أنا مش مستعجلة ولا حاجة، بس قول بقى. لحظة واحدة. احيانا هو بيطلب مني مفتاح الشقه دي. ها هو المدام؟ ما انا مش متجوز. ها؟ يعني بيطلب مني مفتاح الشقه، وانا بكلمته كتير، قلت له يا تحسين عيب اللي انت بتعمله ده، انت متجوز اجمل واحده في الدنيا، انا لو كنت مكانك كنت عبدت من عباده. ميرسي قوي يا حافظ بيه، لكن بيجيب الستات هنا؟ تصوري الخاين شكلهم ايه؟ هيكونوا ايه؟ مش معقول يبقوا في جمالك. ميرسي، لكن ما تعرفش بيجيب مين هنا؟ هيجيب مين؟ زبونه من زباين العياده، واحده عارفها صدفه. يعني ما تعرفش مين؟ بشرفي، بشرفي هعرف لك اساميهم واحده واحده.
ارجوك ما تنساش. هاجيلك البيت بنفسي هقولك على كل حاجه. مرسي قوي. لا على اذنكم اكلم سياده الوزير اطمن ده. ايه يا علي؟ ورحت حضرتك قابلت سياده الوزير؟ لا طبعا، دي كانت حجه عشان امشي من الحفله. سيادتك عارف ان احنا بنروح حفلات غصب عننا، ظروف بتفرضها علينا المسؤوليات. وبعد ما خرجت من الحفله رحت فين؟ انا اسف قوي، رحت مكان ما اقدرش اتكلم عنه. بس نحب نعرف انت كنت فين وقت الحادث. بس دي حياتي الخاصه. مع احترامي الشديد ليك ولحياتك الخاصه، احنا دلوقتي قدام جريمه قتل. ايوه، احنا لازم نعرف انت رحت فين، والا مضطرين نوجه لك تهمه القتل. طيب الفل. الو، مساء الخير يا منى هان. انا حافظ. البيت بتاع حضرتك دلوقتي قاعد مع ممثله معروفه. قول لي مين هي ارجوك، وفي شقتها كمان. طيب انا هاجي اخر بيت وبيتها. لا لا بلاش فضايح يا مالي معروف. ما تجيش انت، امال انا وظيفتي ايه؟ انا اضطريت اجي معاه بس عشان اعرف لي كل اخباره. بعد شويه هستاذن واجي بنفسي اقول لك كل حاجه عنه بالتفصيل. طيب طيب طيب، ما تقلقيش، مع السلامه. شفتوا معاها؟ بيعمل ايه؟ بيبوسها؟ بيحضنها؟ كان بيقول لها ايه؟ يعني كان بيقول لها انه مش طايق يرجع البيت وعايز يقعد معاها الوش الصبح. الكلب الخاين والله اللي حوريله. ايه دي يا منى؟ ايه بعد كل اللي عملته عشانه مش طايق البيت وكمان بيخني. طب بس ما تزعليش نفسك انت، بس تشبع بيه. هي فاكره ايه يعني؟ بلا نيله. انا مش قادره اصدق ابدا انه كان بيخني مع واحده تانيه. طب بس يا منى، بلا نيله. مش معقول كده، مش معقول. معقول ده كله يحصل منه وليه الادب ده؟ وبعدين يا منى، وبعدين ما تعمليش في نفسك كده. والله العظيم لا انا سايبه له البيت وعد اربعه على دماغه ودماغ ابوه كمان. طب اهدي 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 انت. بس يا روح، بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس 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 بس. طب استريح شوي، استريح. بس وقعدنا لساعة واحدة ونص. يعني أنا ماليش أي علاقة بحكاية سناء كامل دي، بس أرجوكوا الكلام ده بينا وبين بعض بس، أنتوا فاهمين طبعا. يا أستاذ حافظ، أنت اعترفت دلوقتي قدامنا بجريمة الزنا. يعني إيه؟ يعني تتفضل معانا عشان نسأل الدكتور تحسين إذا كان يحب يوجه لك تهمة الزنا ولا لأ. تفضل تفضل. بس أرجوكوا نخرج بهدوء، أنتوا عارفين مركزي في الشركة. مفهوم طبعا مفهوم. تفضل. أنسة سامية، أنا عندي ميعاد مع السيد الوزير، وزير الداخلية. زمان المدرسة باظت والمدرسين مشوا وسابوا التلاميذ يلعبوا على شارع الدروس الخصوصية. الوزارة عايزة كده، قالوا لي هنديك الدرجة. استنيت سنين واديني لسه مستني. احلك سر. شد شد وصلت يا منظره. يا حافظ الكلب، انا تعمل فيا كده؟ مثلنا نتقابل هتروح مني فين؟ يا ريت سيادتك تشوف لنا اوضه اروع من كده شويه وانا ابسطك. تبسطني؟ احنا اللي نبسطك قوي. يا عيني علي. اهلا 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 حافظ. ده لسه سياده الوزير طلب في التليفون من شويه. ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع. تحسين يا اخويا، اكيد فهموك الحكايه غلط. انت عارف انا بحبك قد ايه. انا كنت بحاول انقذ لك بيتك. دخلت لي يا بيت يا ندل يا جبان. يا شويش يا شويش الحقوه.
انا ممدوح فريد واحنا مباحث. اهلا. احنا عرفنا ان ده مكانك المفضل فقلنا نيجي نقعد معاك شويه. اتفضلوا. اتفضل. سؤالين ثلاثه. بخصوص ايه؟ سناء كامل الله يرحمها. عندك مانع؟ اطلاقا. اتفضل. اتفضل. شكرا. متشكر. استاذ ممدوح. افندم. احنا عاوزين نعرف ايه مدى العلاقه اللي كانت بينك وبين المجني عليها. ايه اذكروا محاسن موتاكم. اللي كان بيني وبينها علاقة جنسية وبس. طب عاوزين نعرف مدى العلاقة اللي كانت بينكم في غير كده وبالتفصيل لو سمحت. شوف يا كابتن، شوف انا راجل صريح جدا. خش يا فندم. خش يا استاذ. ايه ده؟ ده يصر فيه تصوير سينما النهاردة. الواحد مبقاش قادر يستريح في المكان ده، كل يوم تصوير تصوير. بيظهر سناء كامل بتتصور. دي تاني مرة بتصور هنا. يبقى المكان جاي على مزاجها. حلو قوي. مين اللي معاها ده؟ ده خطيبها احمد صابر. صورهم ملي الجرايد كل يوم. هي مخطوبة؟ هاي. اهلا. اتفضلي مدام. اتفضلي مدام سناء. اتفضلي يا مدام. جاهزين؟ كله بركات بسرعة. جاهزين. سكوت. دور. نسيتي حاجة هنا المرة دي. السلم. حاجة ايه؟ سلسلة مفاتيح الهانم دهب. غريبة، أنا مش فاكرة. السلسلة عندي يا فندم. وما سلمتهاش للإدارة ليه؟ أنا فعلا فكرت في كده، بس حبيت أوصلهم للهانم بنفسي. وخصوصا وهي جارتي في المعادي. بس الهانم مش ساكنة في المعادي. أنا ساكنة في الزمالك، 25 شارع المنتزه، يا ريت تبقى تجيبها لي. هجيبها لك يا فندم. ميرسي. اهلا. جبت المفاتيح؟ انا كنت متاكده انك هتيجي. وانا كنت متاكد انك هتستنيني. يا سلام، ده ايه الغرور ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ لانك زي تغري. وفي حاجه تانيه كمان، حكاية المفاتيح دي. أنا عمري ما ضاع مني مفاتيح. وأنا عمري ما لقيت مفاتيح في سلسلة ده. أهلا. اسكي بالتلج ولا بالصودا؟ سك.
هشوفك تاني امتى؟ مش بكره. ليه بقى وراك ايه؟ اوعى يكون في واحده تانية. شوف يا سوسو، انا راجل صريح جدا واحب يكون لي علاقه بواحده بس. وانا كمان. بيتهيألي دلوقتي باينه بعد نص الليل. يا الساعة واحدة ونص؟ يا أظن البنك قافل دلوقتي. أكيد يا حياتي. ألاقي معاكي فلوس؟ سلف ودين. كام دول؟ 100. كويس، يبقى هشوفك بكرة. 100%. تصبح على خير يا أجمل وأحلى متوحشة شفتها في حياتي. هكلمك بكرة قبل ما أجي. تصبح على خير. باي باي. نامي كويس. هيا. العقد ده هدية من المرحومة والدتي، ده أغلى تذكار منها. ده يجنن يا أحمد، ميرسي قوي قوي يا حبيبي، بس مش هيليقوا على بعض. تعرفي قالت لي إيه؟ قالت لي ده تهديه لعروستك، وأنا دلوقتي بنفذ وصيتها. ميرسي يا أحمد. يا مساء الفل. يا عيني عليك. صباح على خير يا سماح. لسه نادر. معلش يا فندم، انا مضطر امشي. اهو النبي يا عمي. اتفضل يا سلام. بعد ما خرجت من الحفله رحت فين؟ روحت طبعا. بواب بيتكم قال انك انت ما روحتش البيت نهائيا من الحادثه. يا فندم البواب ده راجل مسطول، ما ينامش الا وفصل افيون تحت لسانه. باب بيتكم كان مقفول زي العاده، اذا كان فتح كان افتكر. سعادتك سالته فندم؟ ايوه. خلاص اذا كان سعادتك سالته وهو فاكر يبقى لازم بقى انا اللي ناسي. يعني تبقى رحت فين؟ شوف يا كابتن، خدها قاعده، انا ما دام ما روحتش ابقى خرجت اكمل السهره في شارع الهرم. يعني كنت ساعه الحادث موجود في كباريه؟ محتمل. محتمل ولا اكيد؟ هدي اعصابك يا كابتن، اذا كان يريحك اكيد خلاص خليها اكيد. مين كان معاك؟ جماعة أصحابي. أساميهم على وينهم؟ والله أنا كنت مبسوط شوية ونون ومش فاكر حاجة. حد شافك؟ ده أكيد يا فندم، بس أنا ما شفتش حد. أنت صريح أوي يا أستاذ ممدوح. شكرا يا فندم. علشان كده هكون أنا كمان صريح معاك. أهلا. أنت إذا ما أكدتش مجال وجودك ساعة الحادث هنضطر نوجه لك تهمة قتل سناء كامل. أهلا. يا بهوات، إذا كنت أنا مش فاكر، أنتوا مكبرين الحكاية كده ليه؟ للأسف الحكاية كبيرة أوي لوحدها. اتكلم يا أستاذ ممدوح أحسن لك، مفيش داعي للف والدوران. اتكلم. شوف يا كابتن، أنا اتعودت لما أخسر أخسر أقل شيء ممكن، وعشان كده أنا هقول لكم كل حاجة بصراحة، وساعتك عارف إن أنا صريح جدا. قول. من فضلك. أفندم. أحمد بيه أبو زيد موجود؟ أحمد بيه سافر أوروبا يا فندم. يا ترى هيرجع إمتى؟ هيرجع بعد أسبوع يا فندم. أنت يا جدعان أنت بتعمل إيه؟ من فضلك، أنت إزاي وأنا بكلمك تسيبني وتتكلم مع واحد سباك؟ خليك معايا من فضلك. إحنا كنا بنقول إيه؟ أحمد بيه هيرجع بعد أسبوع. أنت يا جدعان أنت بتعمل إيه؟ إيه؟ هكون بعمل إيه يعني؟ بصلح الكالون. مش انتوا بعتهولنا عشان نصلحه؟ من فضلك خليك معايا. احمد بيه عندك عنوانه؟ تعال هنا. رايح فين؟ ايه هصلحه وارجع اركبه تاني. ايه هقلبه التاكسي يعني؟ ايه الموظفين السكه دول؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، احنا كنا بنقول ايه؟ خلاص مش عايز. انت مش كويس. مغفل. كلونا عمار، كلونا عمار، كلونا عمار.
مين احمد بيه اللي سالت عليه؟ ده مسؤول كبير في مجلس الاداره. كلون عمر؟ يا نهار اسود، تعرفه؟ ده حبيبي ولغه التلت معانا. اه وضب لنا كل حاجه وسافر ويرجع بالسلامه يلاقي كله تمام. واذا تعرفت السرقه؟ ماس كهربائي بتحصل حريق. كلون عمر. وقت الجرد قرب. بالظبط، والنار ملهاش كبير، ياما كلت. المفتاح يتعمل حالا ويرجع كلون مطرحه. ربع ساعة بالكتير. وهنتقابل بالليل زي الاتفاق. كلون عمار. دايخين على اللي سرق خزنة شركة التأمين. انت بتبص على ايه؟ خزنة قديمة يا فندم، 1935، فاير ريزيستنج. انا ليا في الخزن انما قتل ودم، ده انا منظر الدم يا فندم والله بخاف منه. يا فندم في اكتر من حالة مشابهة والفعل فيها مجهول. شركة الفنية الحديثة وشركة الحاجات الهندسية والشركة الهندسية الدولية. لا 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 لا، الشركة الهندسية الدولية دي انا ماليش دعوة بيها. حصل فعلا، احنا رتبنا وطقصنا، لكن الجماعة سبقونا وراحوا كله برزقه. مين اللي سرقها؟ يا فندم الكذب خيبة، والله أنا لو كنت أعرف كنت قلت لحضرتك. سعادتك عارف إن أنا صريح جدا. وإحنا كمان هنكون صراحة جدا. كويس، إحنا هنحبسك على ذمة التحقيق. أهو ده بقى يا فندم مش كويس. يحجز على ذمة التحقيق. يا رجع. مين رئيس الحجز هنا؟ أنا الرئيس. المعلم بالي وانا ممدوح فريد، خامس مره باجي هنا. المعلم بيشتغل ايه؟ مشتا خزن سجارتك. شوف لك حته اقعد فيها. اهلا. معظمهم اثبت انه كان في مكان تاني غير مكان الجريمه ليله الحادث. لقيته. القاتل يا فندم؟ لا، العقد. عقد؟ ايوه. خد بص، عقد شكله غريب جدا. العقد ده فين؟ انا جربت المجوهرات حته حته، ما كانش موجود. قصد سيادتك ان القاتل يكون سرقه؟ اكيد. العقد ده له علاقه بالقاتل، لانه اختفى بعد انتهاء الحفله وقبل انتقالنا لمعاينه الحادث. مظبوط يا فندم. انا افتكر اني عارف العقد ده كويس قوي. اصله طراز مش عادي، والواحد ما يقدرش ينساه، خصوصا اني انا اللي جايبه من ايران. غالي، دي حاجات زمان يا بيه، ما بقتش موجوده دلوقتي. ثمنه كان 10,000 جنيه، انما دلوقتي اكيد يساوي اكتر، خصوصا ما بقاش عقد، ده اصبح تحفه فنيه. ما تقدرش تفتكر انت بعته لمين؟ ايوه بالتاكيد بعته لشاهيناز هانم الدراملي. مش فاكر عنوانها؟ عندي العنوان بتاعها، بس ما اعرفش ان كان اتغير ولا لا. اهلا، في حاجه؟
اهلا استاذ احمد صابر يا فندم. مش دي فيلا شهناز هانم الدراملي ولا احنا غلطنا في العنوان؟ لا مظبوط يا فندم، شهناز هانم تبقى والدتي. طبعا اذنك. قرب شويه اهو، اطلع فوق انت الناحيه. مش تفهموني ايه الحكايه؟ تفتيش بسيط. معاك عندنا تصريح من النيابه. امال فين شهناز هانم؟ الله يرحمها. انا اسف. من امتى؟ من حوالي 5 سنين. المرحومه كان عندها عقد من طراز نادر وقديم. هو فين؟ معرفش، ما عنديش فكره انت بتتكلم عن ايه. العقد ده كانت لابساه سناء كامل في حفله عيد ميلادها، باين قوي في الصوره. شوف كده دلوقتي نعرف. على اذنك يا فندم، العقد ده اختفى قبل ما نتنقل لفيلا سناء ليله الحادث. ها، وده الشيء الوحيد اللي اخده القاتل. وانا داخل ايه في الموضوع ده؟ انت بقى صاحب العقد. انا ما اعرفش اي حاجه عن العقد ده، ما كانش في الميراث. يظهر المرحومه اتصرفت فيه وهي عايشه. مش شايف انها حاجه غريبه ان عقد نادر زي ده تمتلكه شهناز هانم اللي هي والدتك، وبعد وفاتها بكم سنه تمتلكه خطيبتك المجني عليها، ويكون السبب في قتلها؟ تمام يا فندم، ما لقيناش حاجه. تمام يا فندم، مفيش حاجه. شفت انك ظلمتني؟ دي المرحومه كلمتني تستنجد بيا، ده لما لخوا على الحادثه. سياده المقدم، سياده المقدم، العقد ده يا فندم لقيته فين؟ في الخزنه يا فندم. طب هاته هنا. مين اللي ودى العقد ده عند سناء كامل؟ ومين اللي جابه هنا؟ معرفش، ما عنديش فكره. احمد صابر، انت متهم بقتل سناء كامل. مش القصر بتاعكم اللي في المانيال برضه؟ كان زمان قصر قبل ما تاخدوا الحراسه، دلوقتي بقى حاجه تانية. والباشا موجود؟ الله يرحمه مات بالسكته، وماما وراها. الله يرحمه. وانت عايش في القصر لوحدك؟ انا وعبده الوحيد اللي فاضل من 30 واحد كانوا بيخدمونا في القصر. أول مرة أقابل إنسان حساس ورقيق بالشكل ده. يمكن الوحدة هي اللي أثرت فيا، أنا ما كنتش كده. ممكن أسألك سؤال وما تتضايقيش مني؟ أنت عرفتي غيري كتير. أنت فاكرني قديسة؟ كل إنسان وله تجاربه، لكن
انا حاسه اني هحبك قوي قوي. تعرفي انك فيكي شبه كبير قوي من والدتي. سناء انا ما قتلتهاش، ده انا بحبها وبروح اشوفها كل يوم. وكنتم ازواجا ثلاثه، ده انا بستريح بشكل وانا جنبها بس كده احسن، كده احسن. والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. انت قلت في التحقيق انك اديتها العقد ده هديه، ايه اللي رجعه البيت عندك تاني؟ استاذ احمد خطيب سناء هانم. يا سلام، دي سناء هانم ملهاش حاجه في الاستوديو غير سيره احمد. آه يا بختك يا عم، ما تجيب لنا كاس ولا حاجه؟ قوي قوي هقلل ديك. اتفضل. لا ده خد ده. في حاجه؟ ايه في حاجه؟ ما تخافش. في ايه؟ لا ابدا ما فيش ولا حاجه. لا لازم ناس كتير قوي الليله دي. مش قلنا 100 مره لما تبقى عارفه ان انا جاي مش لازم يبقى في حد؟ ها؟ سعادتك تؤمر. قلنا بلاش سعادتك دي. لا سيبني كده وانا كده بحس ان انا ملكه الدنيا دي كلها بايديا. Thank you.
فوق. لا بس سيبنا هنا ده. يلا بينا. على فين يا؟ يلا بس تعالى معايا. على فين؟ تعالى معايا بس. بنت ظريفة. طيب تعالى بس. دي بنت ظريفة. تعالى بس. تعالى بس يلا. يلا. ما احنا مبسوطين هنا. يلا يا سي رؤوف يلا. والله انت مجنون يا احمد بقى، حد يسيب الجو الحلو اللي كنا فيه ونيجي نقعد هنا وشنا في وش بعض يا شيخ؟ لازم سناء. هنقعد هنا ولا فوق؟ هنقعد هنا. الو؟ هيا سناء، لحقت توحشه؟ ابقى اقعد بقى وكلمني. ما وطع صوتك شويه مش سامع حاجه يا شيخ. ايوه ازيك يا حبيبتي؟ ايه؟ مش سامع حاجه، علي حسك شويه. بتقولي ايه؟ مين اللي هيقتلك؟ احمد صابر. احمد صابر مدي شويه متهم من طلعت نور رضوان فندم غريب مهني فندم محمود بيومي فندم محمد محمد ممدوح فريد ممدوح فريد فندم محمد حسن اسماعيل فندم فتحي سليم فارس فتحي سليم فارس سعد محمد سماحي ابراهيم عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد محمد سعد عبد الله محمد سعد عبد الله عفيفي محمد حسين عفيفي محمد حسين كل تلميذ يقف في الطابور ويستنى دوره علشان يستلم الكتب. اتعلموا النظام بقى. قيام كل التلاميذ محلك سر والمدرسين كمان. لا المدرسين هتقول للتلامذه محلك سر لكن الوزاره هتقول للمدرسين جلوس. المدرس هيجلس على درجته لغاية ما يموت. أنا بقالي سنين جالس بقالي سنين جالس واقف محلك سر واقف محلك سر. استنى يا ولد اهو استنى يا بنت استنى. الوزارة لسه ما أمرتش. يا نعيمة يا نعيمة امسك العيال ما تخلهمش يكبروا هجيب لهم منين؟ الوزارة لسه ما أمرتش. استنى يا ولد استنى يا بنت. انزل يا مجنون انزل نعيم انزل. الاولاد راحوا فين؟ بس يا منظر انت اهو حضرة الناظر مش عايزين دول. الاولاد راحوا فين يا نعيمة؟ بتخليهم يقفوا في الطابور؟ الطابور لسه طويل والجمعية ما فيهاش فراخ. فراخ ايه بقى؟ احنا هنلخبط يا منظرة. اقف يا